رباط العباد برب العباد هو مرتكز ومضمون لمجمل محاضرات العلامة المربي الحبيب عمر بن حفيظ. وبذلك يسخر قواه وطاقته وتفكيره فيما يعود بالنفع على الغير وفيما يفيد الغير. ونقرأ في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم للعيال. والله 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 هذا زيارة عظيم يا عم، وأنا سعرت بالفرح. وبهذا الأساس دخل الإسلام إلى هذه البلاد. ولو رأيتم واحد من الأولياء التسعة كان يقول لناس اندونيسيا: أنتم كفار، مصيركم النار، ويتعالى عليهم ويتكبر، كانوا يسلمون؟